مبادئ القانون الدستوري وعلم العقاب وكتب أخرى بقيت على المنضدة في غرفة هيوا الذي رحل مبكرا، وعائلته كانت تنتظر إنهاء دراسة القانون، إلا أن رصاصة أنهت حياته بعد أن خرج في مظاهرة للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي. كل الذي أطالبه هو أن تعمل الحكومة والجهات المعنية إحالة الذين قتلوا ابني للقضاء لينالوا جزاءهم العادل. لا أعرف لماذا قتلوا ابني وحتى أن رموهم بالأحجار، فهل يستحق القتل؟ هؤلاء الشباب يطالبون بحقوقهم لأنهم يتخرجون ولا يتم تعيينهم. ووفقا لشهود عيان في ناحية التكية أن القوات الأمنية ما زالت تعتقل الشباب لمنع خروج أي تظاهرات احتجاجية أخرى بعد قيام المتظاهرين بإحراق مقرات الأحزاب السياسية وبعض المؤسسات الحكومية في البلدة، مطالبين العمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية. الناس أوضاعهم الاقتصادية صعبة جدا وحقوقهم مهضومة، والتظاهرات جاءت لتطالب بحقوق الناس الذين استلموا هذا العام فقط 3 رواتب، فهل من المعقول أن يقتل الناس بهذا الشكل والاعتقالات تستمر؟ ونجم عن التظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في محافظة السليمانية مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، فيما تزال القوات الأمنية تشدد من إجراءاتها لمنع خروج التظاهرات مرة أخرى في المدينة. ترقب في السليمانية لما يجري في بغداد من مباحثات وحذر من قبل الجهات الأمنية في تجدد التظاهرات مرة أخرى والمطالبة بالتزام سلطات الإقليم في دفع مستحقات الموظفين بشكل منظم مع إجراء إصلاحات جذرية في المؤسسات الحكومية وتحسين الوضع السياسي والاقتصادي. عبد الحميد زيباري، الحرة، السليمانية.